معالي الوزير، طبعا حضرتك وزير الداخلية الممسك على رأس الأجهزة الأمنية المختلفة والتحقيقات الأمنية وإلى ما هنالك. يعني الموضوع الأمني، الهاجس الأمني كان هو العنوان البارز الذي قفز إلى الواجهة هذا الأسبوع بعد مقتل باسكال سليمان ومحمد سرور. فبدي أدخل مباشرة بهذا الموضوع. بداية، جريمة مقتل باسكال سليمان، حضرتك قلت إنه كل أسئلة وتساؤلات الأهل مشروعة، وقلت إنه الأجهزة الأمنية عم بتتابع التحقيقات وتحلل كل الكاميرات وإلى ما هنالك. هل في هناك معطيات جديدة؟ ما هي آخر المعطيات؟ هل في معطيات إضافية ممكن نكشفها هذه الليلة؟ خاصة وإنه في تساؤلات حضرتك أكيد سمعت فيها إلها علاقة بإنه نوعية السيارة ليست من النوعيات المرغوبة للسرقة بين مزدوجين. يعني رينا وسمعنا هذا الأمر، يعني كان في هذا علامة الاستفهام عن قصة إنه السيارة مش مدرجة ضمن قائمة السيارات المرغوبة عادة لسرقتها. أيضا كان في علامات استفهام إنه جثة المغدور نقلت بالسيارة إلى داخل الأراضي السورية، وهذا كمان شكل علامة استفهام، وعدم التخلص عذرا على الكلام من الجثة وليش نقلها إلى داخل الأراضي السورية. يعني علامات الاستفهام هذه كيف ترد عليها؟ وهل من معطيات إضافية يمكن الكشف عنها؟ نحن قلنا انه هيدي التساؤلات مشروعه، تساؤلات الاهل مشروعه، تساؤلات كل اللبنانيين مشروعه، وهيدا الموضوع هيدي التساؤلات هي عند الاجهزه الامنيه، والاجهزه الامنيه كمان بتلاحظ هيدي المفارقه، انه يلي بده يقتل ما بيسرق السياره وبياخذها، ويلي بده يسرق السياره اذا مع حدا ما بياخذ معه حدا تيقتله وبيرجع بياخذه معه، وكل هالمسافه الطويله تياخذها على سوريا. هيدي المواضيع كلها الاجهزه الامنيه واعيت لها وعم تدور وعم تفتش على اجابات واقعيه لها. انتم بتعرفوا انه نحن عندنا حاليا بمخابرات الجيش يلي هن حاليا متولين التحقيق 5 موقوفين، في بعض المطلوبين لا يزالون موجودين بسوريا، ونحن الاجهزه الامنيه يعني مخابرات الجيش عم تجرب انها تجيبهم لاستكمال التحقيق، كما يجري تتبع على الكاميرات من مكان التي جرت فيه سرقة السيارة ب2 نيسان ضمن نطاق فصيلة أنطرياس من منطقة الرابية، وما إذا كانت هذه السيارة، يعني السيارة الهيونداي البيضاء، الهيونداي الأكسنت البيضاء اللي كانت اللي لقطتها الكاميرات، كانت عم تحاول تعمل علامات عمليات سرقة أخرى. طبعا في تساؤلات حول نوع السيارة، ليه تيسرقوا سيارة اودي كيو 7 اللي هي قطعه مش موجوده او اللي هي ما بتنباع او اللي هي ما لها سوق؟ طبعا في تساؤلات، ليه اخذوا معهم، ليه قتل، لماذا قتل باسكال سليمان؟ وهل كان المقصود قتله هل هو فارق الحياه المغدور باسكال سليمان وهن كان قصدهم بس السرقه مش قصدهم القتل؟ طبعا في تساؤلات كبيره. التوقيت او سينكرونيزاسيون تبع التحقيقات مع ما التقطته الكاميرات المراقبه على كل المنطقه، على كل الطريق، ولغايه وصوله الى سوريا، وطبعا في دور كبير لمتابعه التحقيقات واجراء التقاطع اللازم بين الافادات وبين ما تلتقطه كاميرات المراقبه. وطبعا بعد ما نقدر تتمكن مخابرات الجيش انها تسترجع المطلوبين الباقيين من الجانب السوري، انا قلت انه من حق الاهل ومن حق اللبنانيين ومن حق المواطنين يعرفوا اجابات على كل التساؤلات. نحن كنا دائما نقول بالنسبه للموضوع الامني بالبلد عموما وبالاستناد لاحصائيات المديريه العامه للقوى الامن الداخلي، انه الجرائم في لبنان الى تراجع. دائما نقول انه الجريمه بال 2024 بثلاث اشهر الاولى هي اقل من الجريمه بال 2023 بثلاث اشهر الاولى، واقل من الجريمه بال 2022 بثلاث اشهر الاولى، ودائما كنا نقول انه الجرائم بلبنان هي جرائم جنائيه وليست جرائم ذات طابع امني. بالحقيقه بعد ما حصل في الاسبوع الاخير نحن لازم نتابع التحقيقات تنتاكد ما اذا كانت هذه الجريمه هي جريمه سرقه تطورت، يعني هي جريمه جنائيه
أم هي جريمة ذات طابع أمني أو طابع سياسي. كل الأسئلة بتبقى مشروعة، كل الأسئلة بتبقى مشروعة لحد ما يخلص التحقيق يلي هو جاري تحت إشراف القضاء، ويتحول الجنات والمجرمون إلى المحاكمة، ويجب أن يصدر بهم القضاء الحكم العادل، لأنه العدالة تحمي لبنان. بس معاليك يعني الرواية الأمنية منعزي منطقته ومنعزي كل اللبنانيين. نعم يعني الرواية الأمنية ورواية الجيش حسمت بأنه هذه جريمة سرقة سيارة، يعني منا جريمة سياسية. يعني هل بعد في علامات استفهام حول الأمر أم حسمت القضية خلاص؟ نحن منقول ما ختمت القضية أبدا، والتحقيقات الأولية لا تزال جارية، وتبقى كل الأسئلة مشروعة، ويجب على التحقيق أن يجيب على كل التساؤلات. ما في شيء حسم بطريق 100% إلا ما تنتهي كل التحقيقات، ويلقى القبض على كل المطلوبين، ويخضعوا للاستجواب، ويجري تحليل الكامل لكل الكاميرات الموجودة من منطقة الرابية للحدود السورية. نعم. لمنطقة عكار. نعم. يعني عندما التقطته آخر كاميرا بمنطقة عكار. نعم. معالي الوزير، يعني هذا الأمر أكرون. هذه الجريمة التي حصلت فتحت الباب أكثر للحديث عن مشكلة النزوح السوري. حضرتك قلت أنه يجب إعادة السوريين إلى بلدهم أو الذهاب لبلد آخر. القصة بإيدنا ولا بإيد المجتمع الدولي اللي هو بده يخليهم هون؟ هيدا سؤال. السؤال الثاني، رئيس الحكومة تحدث. عفوا مش عم اسمع السؤال. إيه عم بقلك أنه هذه الجريمة فتحت الباب أكثر للحديث عن أزمة النزوح السوري، وحضرتك قلت يجب إعادة السوريين إلى بلدهم أو الذهاب لبلد آخر. هلأ ما بعرف القصة هي بإيدنا ولا بإيد المجتمع الدولي اللي مخليهم عنا، هيدا أولا. ثانيا، الرئيس مئاتي يعول على حل مهم جدا في ملف النزوح قد يبصر النور خلال هذين الأسبوعين وانطلاقا من مؤتمر بروكسل. فهل برأيك أنه بات الحل قريبا؟ وهل رئيس الحكومة لديه حسب معلوماتك معطيات واقعية ومنطقية في هالإطار؟ يعني على قد ما سمعت من السؤال عرفته، على قد ما سمعت من السؤال عرفته أنه رئيس الحكومة أجرى اتصالات مع أجرى لقاء مع الرئيس القبرصي لما إجا على لبنان، وحث الرئيس القبرصي على أن يحث بدوره الاتحاد الأوروبي على محاولة إيجاد حل دائم لمسألة النزوح السوري في لبنان، لاعتبار لبنان هو ليس بلد لجوء، ولبنان لم يوقع على اتفاقية اللجوء للعام 1951. ما إذا كان الجو تفاؤليا، يمكن مش بالضروري الجو تفاؤلي، إنما نحن علينا نأكد، ونحن أكدنا كحكومة، ونحن أكدنا كوزارة الداخلية أكثر من مرة، ولما منقول أن لبنان لا يحتمل الوجود السوري، أنتم بتعرفوا أنه ما فينا نتحمل مليونين سوري موجودين بلبنان حاليا على 4 مليون لبناني، ما فينا نتحمل أنه بعض القرى في البقاع أصبح عدد سوريين فيها 80% من السكان، ما فينا نتحمل أن يكون في لبنان شعب ونصف أو شعبين يتشاركون البنية التحتية ويتشاركون الطرقات والكهرباء والمياه ويتشاركون العملة الصعبة التي يذوقها مصرف لبنان. هذا موضوع لبنان غير قادر على احتماله. بس وين الحل؟ بس وين الحل معاليك؟ بس معاليك يعني كان إنه نعم. لحظة، كان في تصريح للدكتور سمير جعجع بيقول إنه الحل بسيط جدا. يعني أول شيء قال إنه خطة الرئيس مئاتي هي مضيعة للوقت، وقال إنه الحل بسيط جدا ويتمثل بالتشدد في تطبيق التعاميم الصادرة عن وزير الداخلية على مستوى البلديات. هل قد يعني الحل سهل؟ يعني هل فعلا الحل هل قد بسيط ويتمثل بأنه القصة بإيدك؟ شو؟ نحن لنبدأ الموضوع له شقين، بالنسبة للشق السياسي وبالنسبة للشق الإجراءات العملية على الأرض. بالنسبة للشق السياسي، أنا بحب أتوجه لكل اللبنانيين ونقول أنه اللبنانيين إذا اتفقوا على موضوع بيوجدوا له الحل، وإذا اختلفوا على موضوع ما بيعود يلتقي له الحل. مثل ما اللبنانيين بتاريخهم القريب، مش رح أقول تاريخ البعيد، بتاريخهم القريب عندما اتفقوا وتوافقوا بكل طوائفهم على موضوع معين قدروا يوصلوا لنتيجة، نحن بندعي كل اللبنانيين
من كل الطوائف ومن كل الأطياف ومن كل الأطراف أنهم يتفقوا على موضوع إيجاد حل للنزوح السوري، وبهالطريقة نحن منطلع على المجتمع الدولي ومنقوم بإجراءاتنا الداخلية بوحدة، وهيدي الوحدة بين كل اللبنانيين وعدم تناتش الموضوع بالسياسي وعدم المزايدات في هذا الموضوع وعدم التحريض وعدم إثارة أي أجواء من أجواء الفتنة أو أجواء عدم الاستقرار أو أجواء مثل ما سمعنا الأمن الذاتي، والأمن الذاتي طبعا مرفوض. نحن نعيش في دولة، وبالتالي لازم كل اللبنانيين يتفقوا، ومتى ما اتفقوا اللبنانيين نقدر نطلع نحن للمجتمع الدولي وللاتحاد الأوروبي أقوى. نحن بكل الأحوال الاتصالات الدبلوماسية جارية مع الاتحاد الأوروبي، وقريبا بمؤتمر بروكسل لمحاولة إيجاد حل دائم وحل مستدام لموضوع النزوح السوري، وهو عن طريق عودتهم الآمنة إلى المناطق الآمنة في سوريا، لأنه نحن مصرين على مثل ما لبنان كمان موقع على اتفاقية حقوق الإنسان، نحن مصرين على عودتهم الآمنة إلى المناطق الآمنة في سوريا، أو أنهم يروحوا على بلاد تانية. على صعيد الإجراءات اللي عم تخدها وزارة الداخلية، نعم هيدي الإجراءات كتير مهمة وهيدي الإجراءات كتير ضرورية، وهيدي الإجراءات بتحد وبتخفف من النزوح الاقتصادي. نحن بنعرف أنه في سوريين دخلوا إلى لبنان منذ 2011 إلى 2015، وهودي كانوا ريجسترد، يعني مدونين مسجلين، ثم صار من ما بعدها تدوين بطريقة أخرى، يعني ريكوردينج. لعام 2019 حيث قررت الحكومة اللبنانية عدم دخول السوريين. السوريين يلي دخلوا إلى لبنان بعد 2019، بعد العام 2019، ما دخلوا لأسباب أمنية، إنما دخلوا لأسباب اقتصادية باعتبار الحرب بسوريا كانت خلصت أو تقريبا خلصت. السوريين يلي بعدهم عم يدخلوا بكميات كبيرة وبأعداد كبيرة إلى لبنان حاليا، ويلي الجيش عم يقوم بدور كبير والأمن العام عم يقوم بدور كبير وكل القوى الأمنية، هودي مش موجودين لأسباب أمنية إنما لأسباب اقتصادية. نعم. نحن بلبنان عنا قوانين، والقوانين الشرعية القوانين اللبنانية هي واجبة التطبيق. نحن إذا طبقنا القوانين اللبنانية، وهيدا واجبنا نطبق القوانين اللبنانية، منحد كثيرا من الوجود غير الشرعي، ومنحد كثيرا من النزوح الاقتصادي من سوريا إلى لبنان. نحن كل السوريين يلي داخلين بعد العام 2019 بيقدر الأمن العام اللبناني، وعم يقوم بهالأمر حاليا، إعادتهم إلى سوريا باعتبار هن وضعهم منه مغطى من قبل القانون اللبناني، ومنه مغطى من قبل المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين. هودي بيقدروا يرجعوا على سوريا، هودي لازم يرجعوا على سوريا. أما بالنسبة للموجودين واللي هن عم يشتغلوا وعم يسكنوا وعم موجودين بكل الأراضي اللبنانية وعم ياخدوا من درب اللبناني بالسكن وبالعمل وبالإقامة وبالبنية التحتية وبالكهرباء وبالمي، وعم يكونوا موجودين 5 أو 10 عائلات في شقة واحدة، وعم يستهلكوا الأبنية وعم يستهلكوا المياه وعم يستهلكوا موجودات خزانات المياه والكهرباء، هودي تقل على البنية التحتية اللبنانية. نعم. وعلى واضح. اللبنانيين على اللبنانيين بوجودهم وباقتصادهم وبعيشتهم. نعم. كمان بعد موضوع المتعلق بالأمن، نحن مضطرين انه الامن العام بعد ما تسلم الداتا انه هو يقدر ينقح الداتا ويقدر يدرس الداتا ويقدر يحلل الداتا تنعرف مين الشرعي ومين يلي في اسباب امنيه طيبة بلبنان ومين يلي لازم يرجع على سوريا، لانه في حال عدم تسجيل النازح السوري فما بنقدر نحن نلحقه امنيا، او بصير في صعوبه لملاحقته امنيا. وبتعرفوا إذا مثلا جريمة معينة ارتكب أحدهم على الدراجة النارية، إذا بدنا نتابع الدراجة النارية لازم تكون مسجلة، وإذا بدها تكون مسجلة لازم يكون مالكها هو مسجل شرعيا. لازم نحن واضح ضروري لأسباب عملية إن نحن ندرس موضوع اللاجئين النازحين السوريين ونسجلهم، ضروري لأسباب اقتصادية للسكن للبنية التحتية، وضروري أهم وأهم إنه نحن لازم موضوع النازحين السوريين يتنظم، لأن لبنان لا يتحمل هذا العدد من النازحين السوريين. بكفي تهجير وغربة أبناء لبنان اللبنانيين موجودين في أصقاع الأرض، عم ينجحوا نجاحات كبيرة ونجاحات باهرة في أصقاع الأرض، عم يعمروا دول العالم، وعم يبرعوا بمجالات عدة، بالمجالات المصرفية، بمجالات الطب، بمجالات الهندسة، ومش قادرين يرجعوا عبلادهم. نحن بندعي كل القوى السياسية
ان هي تتوحد، ان هي تتوحد على فكره واحده، ان هي يكون الموضوع النزوح السوري بالنسبه لها ومعالجه موضوع النزوح السوري موضوع وطني، موضوع قانوني، موضوع شرعي، وما يكون موضوع للمنازعات السياسيه او خلافه ولا لتسجيل النقاط ولا للهجوم على بعضنا البعض بلبنان، لانه هيدا الموضوع ما بيخلي هيدا الملف يوصل لنتيجه ناجحه.